داخل بنزين 85 طن، وعندنا 59 طن 90، وعندنا 33 طن 795. والاسعار اتحطت يا فندم هنا، الاسعار اهي، الاسعار الجديده وائل 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 اهو يا فندم، ده بنزين 80 اهو يا فندم، جاي اهو. احنا عملنا ثلاث اسعار لانبوبه البوتاجاز المنزليه. انبوبه البوتاجاز داخل هذا المستودع ب 50 جنيه. بالموزع في الشارع ب 55. اللي بيسموه ديليفري، يعني الانبوبه توصل لغايه جوه البيت عندك ب 60. ثلاث اسعار واضحين محاورهم، واتمنى بقى ان حضراتكم نستغل الكلام اللي احنا بنقوله ده للمواطن. ما تدفعش جنيه زياده عن الثلاث اسعار اللي قلتها دي. واذا حدث وحد اجبرك على هذا السعر بلغنا بس. وانت هتشوف الاجراءات الحاسمه اللي هتتخذ مع كل المسؤولين عن مخالفه هذا السعر. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. حس يا فندم 25 مش على الماء على محطه البنزين او محطه البترول، شوف محطه. انا بس عايزين مش عايزين نشيل قوي بموضوع التعريفه وننسى المحاور يعني